أن ودي أرحب معاكم بصاحب سلسلة كافيهات جري كافي الأستاذ محمد الحديثي من القصيم. نقول ألو، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ محمد، يعطيك العافية أخوي. يعافيك يا هلا والله. أخباركم؟ عساك بخير. الله يحييك يا هلا. الصوت واضح؟ صوتك واضح، بس شباب ترفعون لنا السبيكر هني. سامع عمرك معليه؟ حبيبي محمد، الله يعطيك الصحة والعافية. أول شيء سامحنا الإزعاج. حبيبي تحت أمرك. الله يعطيك الصحة والعافية. أول شيء بنبتدي، طبعا هني الشباب يسألون قبل لا نروح حق سلسلة الكافيهات اللي عندك اللي هي جري كافي، ما شاء الله تبارك الله، عسى ربي يبارك لك. الله الله. الشباب يسألون يقولون احنا قاعد على، يعني الناس تقول احنا نبتدي من الصفر، احنا قاعد ندور على الصفر، هالصفر وينه؟ شلون نعرف؟ جميل. طيب انا سمعت كلامكم قبل شوي بصراحه، وانا اتفق معك في جانب ان الصفر من داخل. هذا فعلا اتفق معك في هذا النقطه. النقطه الاخرى يا طول العمر، ما في شك انه كل شيء بتوفيق من الله عز وجل. في قطاع المطاعم والمقاهي على الاقل، خلينا نتكلم بالشيء اللي انا داخل فيه. أنا أشوف أنك تبحث عن النقص اللي بمجتمعك، البلد اللي أنت فيها، المنطقة اللي أنت فيها، خصوصاً على يعني في هذا القطاع تحديداً. وش اللي ناقص؟ ناقص مقاهي؟ توكل على الله سبحانه بالله عز وجل وادخل هذا المجال وهذا الضمان. ناقص مطاعم؟ توكل على الله وقدم برودكت مرتب، باكجينج مرتب، منتج مش موجود. يعني المنافسة في منتج موجود، هذه منافسة صعبة باعتقاد. انك تبدأ في منتج مو موجود بنفس البلد اللي انت فيها والمجتمع اللي انت فيها، صدقني راح تكون ايدول بنهاية المطاف. الناس يبدون يقتدون فيك. هذا وجهة نظري تقريبا للنقطة اللي تحدثت فيها. انزين استاذ محمد، كبداية لك انت بديت مثل ما قال ما شاء الله تبارك الله من الصفر، ليه ما وصلت إليه الآن من سلسلة كافيهات؟ شلون كانت بدايتك وشنو الفكرة اللي أنت بديت فيها؟ جميل. بصراحة طبعا أنا مثل ما تفضلت قبل شوي أقول لك أنه في شح في قطاع المقاهي بالمكان اللي أنا فيها والبلد اللي أنا فيها. إحنا نتكلم طبعا عن 2014 تقريبا، البداية 2013-2014. قررت أني أتوكل على الله وأدخل هذا المجال. آمنت بالفكرة، آمنت بفكرة أني أدخل في المقاهي، بينما معليش جزء من أصدقائي كانوا معارضين لهذه النقطة. يعني مو معقول أنت راح تضخ مبلغ معين مضطر أنك تدخل معك شركة علشان تقيم هذا البزنس. الناس يعني تقهون ديوانياتهم مجالسهم المغرب، ما كانت فيه ثقافة القهوة اللي الآن إحنا نشوفها. مثل ما قلت لك يا طول العمر، طبعا انا كانت زيارتي ما يعني كانت زيارتي الكوري عام 2014 يعني هي مفصله بحياتي. بين كل مقهى ومقهى بسيول العاصمه تجد مقهى، تخيل يعني عدد افرع ستاربكس في سيول اكثر من عددها في سياتل بلد المنشا. هذا الموضوع انا كنت احبه وكان عندي شغف فيه ولا ازال الحمد لله. فاشوف انه قطاع واعي وجيد وتوكلت على الله فيه. طبعا ما في شك في اخفاقات وخسائر وارباح، ولكن الحمد لله يعني هذه تقريبا هي البدايه. ما شاء الله تبارك الله. طبعا ودي اسال، سلسله الكافيهات اللي الان عندك اياها ما شاء الله كم فرع تبارك الله؟ معلش انا اسف بس الصوت ترى ما هو واضح. سلسلة الكافيهات اللي حين عندك إياها أخوي محمد، أستاذ محمد، اللي هي جري كافي في القصيم في البكيرية. البداية إيش كان؟ البداية كشك صغير. ولا تسمعني ولا؟ ولا ديري. لا والله للأسف ما سمعت أنت. أنا سمعت جري كافي لكن ما سمعت اللي بعدها. أقول شنو هي سلسلة كافيهات جري كافي في منطقة القصيم اللي هي تحديداً في البكيرية؟ أيوة. وش الفكرة من إيش؟ معليه. سلسلة كافيهات لا إله إلا الله، ما هي سلسلة كافيهات جري كافي؟ يعني هي بدت من الصفر الآن، إلى كم فرع وصلت؟ إحنا عندنا الآن فرعين بينه وبينك. فرع يخدم السيارات على مدار الساعة في كل أيام الأسبوع، والفرع الأساسي فرع يخدم الأفراد والعائلات
بكلاب وفي دايننج يعني في جلوس والمكان للعائلة كل الأفراد وأيضا بكلاب وإن كانت عندك تطلب وتسلم طلبك عن طريق منصات التوصيل منصات الطلب والطلب والتوصيل. وشنو هالدافع؟ يعني أنا لفت انتباهي أن أستاذ محمد الحديثي في جراي كافي يعني كان لدافع لدعم المواهب من خلال سلسلة الكافيهات اللي عندنا، تقدر تقدر تحدثنا عنها؟ أوكي أوكي وضحت الفكرة. طبعا بالصدق يعني بس أكون صادق معك، أنا مهتم بالفن. اللي صار أنه لاحظ من البداية من بداية إنشاء المقهى لاحظت أن في مواهب يعني الفنانين وفنانات من البلد ومن خارج البلد يعني يصعب عليهم عرض مواهبهم عرض لوحاتهم، يحتاجون يعني مثلا خلي بسطها لك يحتاجون معارض. المعارض هذه مش بالسهولة يعني انك تقيم معرض واللوحات خاصة اذا كنت فنان او فنانة عندك مثلا 3-4-5 لوحات. اقترحت انه يكون فيه ركن للمقهى تعرض فيه هذه اللوحات سواء من بنات من شباب ومن شابات يعرضون لوحاتهم، احنا نكون نقطة بيع فقط وعرض لهم ما ناخذ عليها ولا مليم مكسب ولا شيء. كانت عندي فكرة اني انا اللي اثقف المجتمع في بهذه النقطة تحديدا. انت لما اقول لك كافي شوب واقول لك مقهى مو بس تجي تشرب قهوة، لا انا ابيك تجي تشرب قهوة وتحضر معرض في نفس الوقت، تشاهد اللوحات اعجبتك اللوحات ممكن انك تصورها ممكن تقدر تقتنيها اللوحة كل لوحة عليها اسم الفنان او الفنانة عليها السعر وعليها الاكاونت اذا تبي تتواصل معها الكاستم يعني اذا تطلب مثلا طلب ورسمة معينة. فصار الحمد لله صارت منفذ لنا حنا وسبب رزق بعد الله عز وجل لنفس الفنانين والفنانين. فانت تستطيع انك تجي تتقهوى وتحضر معرض مجانا تخيل، وبامكانك انك تشتري اللوحة مثلا نعطيك مثال قيمتها 200 ريال، ال 200 ريال هذه دايركت تحول للفنان او الفنان، احنا ما ناخذ ولا ريال. طب وش استفيد انا؟ استفيد انه هذا هو الحد الادنى بزعمي انا، هذا هو الحد الادنى بالمشاركه المجتمعيه. كيف انت بتشارك المجتمع؟ انت قاعد تبيع على المجتمع. اوكي انت تتعب وتبيع تجني ارباح الحمد لله نعم، لكن ايضا لازم تشارك في اي طريقه كانت. كانت حنا طريقتنا اننا نشارك عن طريق دعم الفنانين والفنانات، منحوتات، لوحات، اعمال فنيه، اعمال يعني لدرجه ان عندنا تيشرتات عليها مثلا رسومات يدويه، كل اللي عندنا هاند ميد كله يدوي. الحمد لله لاقت نجاح ولا نزال احنا يعني ضاق علينا المكان الا اني انا مصمم اننا نستمر في هذا الموضوع. ما شاء الله يعني تقريبا هذه هي الفكره وهذا هو التصور اللي انت طبعا. انزين استاذ محمد، يعني في اي سلسله مطاعم او اي مكان نادرا ما تجد يعني صاحب البزنس هو اللي ينزل وهو اللي يعرض السلعه نفسها ويقول يعني مثلا انا يا حمد اخذت منك كوفي، انت تجيب لي قطعه كيك وتقول لي اكلها هاي مجانيه واعطني التقييم بدون اي مجامله. يعني معلش استاذ حمد معلش الصوت ما هو واضح، معلش ممكن تعيد؟ أقول يعني أستاذ محمد نادراً ما نجل في سلسلة المطاعم أو الكافيهات أن صاحب البزنس نفسه هو اللي ينزل للمعرض أو للكافي ويعرض سلعته بنفسه، يعني غير اللي يشتريها الزبون أنت تقدم له مثلاً قطعة كيك أو كوكيز أو اللي هو وتقول له قيمني بدون أي مجاملة. صحيح وقربك للعميل، شو السبب من هالشيء؟ صحيح جميل. خلينا نتكلم يعني هو شقين، خلينا نتكلم عن الشق الاول. انا بصراحه اشوف انه اني لما ادخل للمكان انا ادخل كعميل ما ادخل كصاحب عمل، فبالتالي انا قاعد اشوف بعين الزبون، عين الزبون الناقد اللي كانه يدخل لاول مره. اذا القهوه بارده، اذا الكيك مثلا ما يتقل ذائقتي، اذا في قله بخيارات الكيك، اي تفاصيل هذه انا دائما احاول اني ادخل كعميل وليس كصاحب عمل. العميل وش يحب؟ وش ما يحب؟ اتساءل وش ما يحب؟ وش اللي يغريه؟ وش اللي يعني وش اللي يلامسه؟ الفن وجدت انه يلامس العميل. بعض العملاء خلينا نقول 50% من العملاء وجدت انك تقدم كوب محترم ولطيف، هذا يلامس ايضا عدد ما هو بسهل من الزبائن. احرص دائما اني اتعرف على زبائني واعطيهم مثلا المنتجات اللي هذا مع العلم
ان 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 في ناس كثير ضد في هذه الرؤيه، يقول لك يا اخي انت واثق من منتج، ما يحتاج تسوي تيست للكاستمر وتعطيهم اياه يجربونه، انت واثق نزله لا تبالي، انا ضد هذا الفكره، لا انا الحمد لله واثق من المنتج، ولكن ليش لا اسمع؟ يعني احنا 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 بتطوير المقهى واعاده ترميمه سالت زبائن اعطوني اراء، كنت امر من عنده يوميا اعطوني ملاحظات، كنت امر من عندها يوميا واشوف انها عاديه وجميله، لا طلعت لا فعلا يعني اتفق اكثر من 80 الى 90% من اللي انا استشرتهم من الزبائن على سوء هذا الجزء مثلا الديكوري. فحلو انك تسال الزبائنك، حلو انا حط رقم تليفوني بالمناسبه في حال اي استفسار، والله العظيم اني احيانا اتعب حتى يعني يتصلون في وقت متاخر يعني للانتقاد معين، احيانا الزبون يكون على حق، احيانا يكون لا هذا هو المتوفر عندنا. فانا اشوف ان انا من المدرسه اللي انا من بصراحه انا معجب بالامريكان وطريقتهم بالماركتينج والتسويق ورضاء العميل، فانا انا مع هذا الجانب. انا اشكر فيك هالشيء، يعني اول شيء ودي اشكر ان انت في خدمه المجتمع، يعني ما قلت انا بس اشتغل في البزنس بدون ما اخدم مجتمعي، هذا شيء. عفوا معليش ايه أقول لك أشكر فيك، اللي هو قضية أن أنت قلت أنا بدل ما أخذ بس فلوس من المجتمع أبيع منتجي، لا في نفس الوقت أنا أخدم المجتمع باللي أقدر عليه، فهذا يعني صحيح. أي نعم، فهذا يعني شكر مني لك، هذا شيء يا حبيبي تحت أمرك، الشكر لك أنت ولضيوفك والاستضافة الجميلة هذه، والله يجزاك خير. الله يعطيك الصحة والعافية. قد عندكم أسئلة شباب ولا؟ أخوي عبيد فارس عنده سؤال لك. عبيد فارس العتيبي احسن، تفضل. محمد الله حيه حبيبي، الله حييك، يا مرحبا بك، كل شيء شرفتنا، وابو سعود كله بركه اللي خلانا نتواصل معك، البركه فيك طال عمرك والله يسلمك. اخوي محمد، متى كانت البدايات؟ البدايات عام 2013 تقريبا، يعني نقول من تقريبا 7-8 سنوات. طيب وش اللي خلاك تتجه للمجال هذا؟ قلت لك انا الناس، اول شيء انا عندي شغف بالقهوه، اعداد القهوه، وفي المكان اللي انا فيه، المنطقه الجغرافيه اللي انا فيها، فيها مقاهي تعتبر تجاريه تقدم قهوه فقط، لا احنا نبي قهوه ممتازه، هذا ينقص، هذا اللي خلانا ندخل يعني في هذا المجال. وين الفروع؟ الفروع وين؟ الفروع بالبكريه، منطقه القصرين. البكريه بس؟ البكريه بس ان شاء الله، وعندنا خطه ان شاء الله انتشار ان شاء الله، بس انه مو بالان ان شاء الله، تقريبا بعد 6 شهور بس انا ان شاء الله. ما لك نيه تجينا للرياض؟ نجيكم للرياض، في طلبات كثير والله نجي للرياض، احنا بصراحه صار في مهرجان وقبل تقريبا العام الماضي صار في مهرجان وجهزنا كل التفاصيل للمشاركه فيه، ولكن للاسف ازمه كورونا الله يعدي على خير ان شاء الله هي سبب اننا وقفنا. الله يوفقك يا محمد ويسهل امرك ويبارك لك في رزقك ومالك. امين وياك يا رب، وشكرا جزيلا لك. الله يرحم والدينك يا بعد راسي. الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ محمد، وما قصرت، شكرا لك على حبيبي. شكرا أستاذ محمد، شكرا لك وضيوفك والاستضافة. الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك على يعني إثرائك الحلقة، شكرا لك على كلماتك الطيبة، شكرا لك على دعم المجتمع وخدمته، شكرا لك من القلب. تحت أمرك طال عمرك. استودعتك الرحمن، استودعتك الرحمن. هلا والله. الله يبارك له في حلاله صراحه. شكرا له. اي والله شكرا له، والله يبارك له في حلاله، شغل طيب. وشوف يقول كم قبل 8 سنين كان شغفي وهدفي تقديم القهوة، واستمر على اني احط كافي وفرع وفرعين وبيستمر باذن الله. ما شاء الله عليه، منتشر الان ترى في منطقه القصين في البكيري بشكل مو طبيعي ومعروف، هذا شيء انا طبعا